السلام عليكم. طبعا يا شباب، كنت اتمنى ان انتوا تكونوا حاضرين، بس عشان الظروف بتاعتكم على رايكم يعني ان انا اسجل الفيديوز ديت وارفعها لكم، وبعدين نبقى نعمل مره ديسكشن. مفيش مشكله. حاول ان الفيديوز بتاعتكم في السيجنال بالذات كمان ما تكونش طويله قوي، علشان انا مش عايزكم تفصلوا اثناء الفيديو وتقدروا توصلوا او تفهموا كل اللي انا عايز اقوله خلال الفيديو دوت. المرة اللي فاتت اتكلمنا على الـ classification of signal، سواء طبعا الكلام ده اوريدي انا رفعت لكم الشابتر اللي فيه الشرح وفيه حلول المسائل كتير جدا. فاحنا كنا اتكلمنا على الـ اهو على الـ classification of signal based على الـ time duration، اللي هو right sided left sided two sided time limited causal anti causal examples يعني. وبعدين اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن بيزد اون بريودستي، اللي هي بريودك ونون بريودك، واتكلمنا على البريود تي بتاعت الشكل، يعني مثلا البريود هنا من بدايه التراي ده لبدايه التراي ده 4، يبقى ده معناه ان البريود بتاعتي تي بتساوي 4. وبعدين اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن بيزد اون سيمتري، قلنا ايه الايفن سيمتريك والاود سيمتريك، وقلنا لو نون سيمتريك ممكن اجزئها لجزء ايفن وجزء اود، وده انا حليت عليه اوريدي في الفيديو اللي فات اللي هو الفيديو الاولاني الاونلاين. وطبعا في كيس اللي هي الهاف سيمتريك. الهاف سيمتريك دي يعني مش بتيجي عليها مسائل، لكن ممكن تتسال عليها، مثلا هل السيجنال ديت سيمتريك؟ السيجنال دي ايفن بس كمان بيتقال عليها هاف ويف. طب يعني ايه هاف ويف؟ الهاف ويف تفرق عن الايفن والاود انها اولا لازم تكون بريودك، يعني اولا لازم تكون بريودك، ثانيا لازم الهاف بيريود الاولاني، يعني مثلا شباب احنا عندنا لو ده الهاف الثاني، عندك ده الهاف بيريود الاولاني، يعني ده لو نص البيريود البوزيتيف مثلا، يبقى النص الثاني لازم يكون نفس الشكل خلاص بس مقلوب لتحت، يعني لازم يكون نفس الشكل بالظبط بس مقلوب لتحت. ده يخلينا ندي مثلا حتى مثال بسرعه عليها عشان برضو بالمره. يبقى احنا قلناها انه لو انت مثلا عندك سيجنال عامله كده، دول تو سيجنالز خلاص بيفهموك قوي معنى الهاف ويف سيمتري. ادي واحدة مثلا وليكن انها بالشكل ده كده، طبعا انتوا عارفين الشكل ده اللي هو السو توث بالمنظر ده كده، خلاص اهي ده شكل السيجنال ايا كان بقى، اتنين مثلا او سالب اتنين، ودي دي اسمها اكس واحد اوف تي. ديت ينفع تقول عليها اود، لان القيمه بتاعتها في البوزيتيف هي نفس القيمه بتاعتها في النيجاتيف بس معكوسه، فدي اود سيمتريك صح، دي اود سيمتريك. لكن السؤال المهم، هل دي هاف ويف؟ الاجابه عشان تقدر تجاوب عليها لازم تتاكد ان نص البريود الاولاني واخد نفس شكل نص البريود الثاني بس مقلوب لتحت. طبعا عشان ده يحصل يبقى المفروض الشكل كان يبقى عامل كده، فاهمين؟ يعني هو المفروض مثلا يبقى ده هو نفس الشكل بتاع ده اهو ومقلوب لتحت، يبقى المفروض ان هو يكون عامل كده. طبعا مش ده اللي حاصل، عشان كده هي مش هاف ويف سيمتري. لكن لو انت مثلا عندك شكل بالشكل ده كده، طبعا اي ارقام مش فارقه يا شباب، يعني المهم ان هي هنا تعتبر مش هاف ويف سيمتري لكنها اود سيمتري. لو جيت مثلا رسمت لك شكل بالشكل ده كده اللي هو حاجه بالمنظر ده، خلي بالك بقى، وهاجي اللي هي كان رسمت نفس الشكل بس معكوسه تحت، فتخيل معايا ان البريودك سيجنال عامله كده، هي واحده كده واحده كده. السؤال بقى، هل دي اود سيمتريك؟ يعني هل السيجنال دي اود سيمتريك؟ وقبل ما تتسرع اتاكد، لان فعليا هي مش اود سيمتريك. ليه مش اود سيمتريك؟ لانك لو جيت تاخد رقم نيجاتيف بوزيتيف هنا مثلا كده اهو، مثلا ليكن الرقم ده اهو عند التايم ده، لو جيت عند نفس التايم هتلاقي لا ده قيمه ثانيه خالص. هي نيجاتيف بس ده قيمه ثانيه خالص اكبر من القيمه اللي موجوده هنا، ماشي؟ وبالتالي دي بالنسبه لي ما هياش اود سيمتري، ما هياش اود سيمتري لكنها هاف ويف. طبعا ليه هاف ويف؟ لانك لو جيت رسمت زي ما قلت لك نفس الشكل اللي في الهاف سايكل البوستر هنا بس معكوس تحت، هيطلع مظبوط، وبالتالي دي هاف ويف سيمتري لكنها مش اود. خلي بالكوا بقى، الهاف ويف سيمتري
يمكن ده شكل مشهور قوي بالنسبة لنا يعني، ماشي، لكن خليك عارف ان كل اللي هي الساين ويف، الكوزاين ويف، الترينجل ويف، السكوير ويف، كل دي يتقال عليها انها ايه، هاف ويف سيمتريك. وده طبعا احد الامثله المشهوره جدا بالنسبه لنا. ده بالنسبه عشان بس نبقى قلنا كمان ايه هي الهاف ويف عشان لما تقابلك في ورق ما تستغربوهاش. بعد كده عملنا كلاسيفيكيشن بيزد اون انرجي اور باور، وكتبنا القوانين وحلينا حتى وجدنا الباور والانرجي، وعرفنا السيجنال اللي هي الريكتانجلر والتريانجلر شيب. يمكن افتكر كده حتى ان احنا قلناها، نبص كده نتاكد، احنا قلنا عرفنا طبعا بعد الكلاسيفيكيشن وحلينا مساله على النون سيمتريك وازاي نجيب الايفن والاود بتاعتها، قلنا الانرجي والباور وعرفناهم بالقوانين بتاعتهم وحلينا عليهم، وكمان عرفنا اهو الريكتانجلر شيب، وعرفنا كمان الريكتانجلر البريودك، وعرفنا التراينجلر شيب وازاي نجيب الانرجي والباور بتاعه. طب كويس جدا الكلام ده في الفيديو الاولاني، يا ريت نراجعه كويس، وده الفيديو الثاني. بالمناسبه المره اللي انا كنت شرحتها في الكليه فيزيكال للناس اوريدي هي موجوده في الفيديو الاولاني، يعني الفيديو الاولاني يعتبر كانه هو السكشن رقم واحد، لان انا الفيديو الاولاني عملت ريفيجن على الكلام اللي كانت قال في الكليه وبعدين كملت، وده بالنسبه لنا الفيديو رقم اثنين، فالناس تبقى مركزه في الكلام اللي احنا بنشرحه ده. طيب بعد ما عملنا الكلاسيفيكيشن ده، في حاجه عندنا مهمه جدا اسمها السيجنال اوبريشن. احنا هنتكلم على السيجنال اوبريشنز، ويا ريت الناس تكون مركزه في الكلام ده. في السيجنال اوبريشن في عندكم اول حاجه في السيجنال اوبريشن انه ازاي نضرب السيجنال في كونستانت فاليو. فسي ان انت مثلا فور اكزامبل عندك اكس اوف تي عباره عن مثلا 3 تراي اوف تي ناقص 2 على ال 2 مثلا. فلو جيت انا قلت لك ارسمها، احنا طبعا خدنا التراي المره اللي فاتت، لو جيتك قلت لك ارسم التراي ده، فحضرتك اول حاجه التراي ده متسنتر عند الاثنين، وبعدين اللي في المقام ده، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده يا شباب، المفروض ان هو الهاف ويدث. فحضرتك لما هتيجي ترسم، لان التراي غير الريكت، وركزوا في الحته دي كويس قوي يا شباب، لما هتيجي ترسم التراي هترسمه من 0 ل 4، لان الهاف ويدث بتاعه 2، يبقى 2 يمين و2 شمال، يبقى من 0 ل 4، والامبليتود بتاعه 3، وطبعا هو متسنتر عند الايه؟ عند الاثنين. ده كده الاكس اوف تي. لو انا قلت لحضراتكم هل السيجنال دي انرجي ولا باور سيجنال، فبما انها ليميتد في التايم يبقى انرجي سيجنال. طب ازاي اجيب الانرجي بتاع الاكس؟ احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، الامبليتود سكوير في تاو على الثلاثة. خلي بالكم بقى يا شباب، واحد يقول لي تاو باثنين، اقول له لا غلط، هنا الاثنين دي وانت بترسم بتاخدها انها الهاف وين الهاف ويدث. وانس ان انت رسمت يا باشمهندس، انسى الديفينيشن، يعني مجرد ان انت خلاص بقى عندك الشكل مرسوم، انسى الديفينيشن. في قانون الانرجي يا شباب، التاو هي عرض الايه؟ الشكل كله في قانون الانرجي. وحتى لو رجعت للقانون المره اللي فاتت، اللي انا احيانا بسميها تاو داش كده عشان منعا للخبطه، ما عنديش مشكله. يبقى هنا الانرجي 3 تربيع في العرض اللي هو 4 الديوريشن على الثلاثه، دي الانرجي. ولو قلت لك احسب الاريا بتاع الاكس، هتقول لي هاف الويدث اللي هو 4 في الهايت اللي هو 3. يبقى انت كده حضرتك قدرت تحسب الاريا وقدرت تحسب ايه؟ الانرجي. لو انا جيت بقى اقول لك، مهم جدا الحته دي بقى، لو جيت اقول لك دي اكس طبعا كانت جيفن، لو جيت دكتور بقى في الامتحان راح يقول لك ايه؟ واي اوف تي بتساوي مثلا 4 اكس اوف تي، وبيقول لك فايند الانرجي بتاعت الواي وفايند الاريا بتاع الواي. الفكره يا شباب ان احنا قدامنا حل من اثنين عشان نجيب الانرجي والاريا، اما ان انا ارسم التراي الجديد، والتراي الجديد اللي هو الواي يعتبر هو نفسه، لان طبعا هي الواي بتساوي ايه؟ بتساوي 4 اكس، يبقى الواي هي نفسها الاكس بس مضروبه في 4، يبقى ده معناه ان الامبليتيود بدل ما كان 3 هيبقى 12،
يعني الامبليتود بدل ما كل ما في الموضوع ان الامبليتود بدل ما كان 3 هيبقى 12، يبقى ده اللي هو ايه الواي اوف تي. فحضرتك هتيجي ترسم التراي عادي من 0 ل 4، بس الامبليتود بقى كام؟ بقى 12، لان احنا ضربنا ال 3 في ال 4 اللي هي السكيل فاكتور ده. قدامك حل من الاثنين، يا تروح راسم كده وتجيب الانرجي والاريا كانك بتجيبهم من جديد، يعني تقول 12 تربيع في 4 3 ونص 4 في 12، يعني تعوض عادي زي ما احنا عملنا، او انك تعرف تاثير الكونستانت اللي هو الامبليتيود سكيل ده، بيسموها شباب امبليتيود سكيل. يبقى اول حاجه في الاوبريشن احنا بنشرحها دلوقتي رقم واحد اللي هو الامبليتيود سكيل. ماشي؟ الفكره يا شباب ان الافضل ليكو وانت بتحل انك تعرف تاثير الاوبريشن احسن، لانه هنعرف قدام ان الدكتور لما بيجي يجيب لك المساله ما بيجيبلكش حاجه واحده، بيجيب لك كذا حاجه، فان انت تقعد ترسم وتحسب من جديد كل مره الموضوع هياخد وقت، لكن انت هنا لو عرفت التاثير تقدر تحل على طول. الامبليتيود سكيل يا شباب الانرجي تقدر تاخد نفس انرجي الاكس اللي حضرتك حسبتها دي وتضربها في 4 سكوير، والاريا تقدر تاخد نفس اريا الاكس اكس الاكس اوف تي اللي انت حسبتها دي وتضربها في 4. يبقى تاثير الامبليتيود سكيل يا شباب على الانرجي ان بضرب في المربع بتاعه، وتاثير الامبليتيود سكيل على الاريا ان بضرب فيه هو نفسه كفاكتور. فطبعا كونك عرفت التاثير هنا ده هيسهل عليك كتير فين؟ في الحل. طيب الاوبريشن الثانيه، لو انا عندي مثلا، خلي بالكم يا شباب، لو انا عندي ادي كويس جدا، ناخد مثال يبين لنا الموضوع عامل ازاي يعني. فمثلا في احد الامثله في الورق، خلاص هوريكم شكلها. عندك مثلا مدي لك اكس 22، ركزوا معايا يا شباب، اكس 22 في الورق دي بيج 10، اقول لكم مكانها عشان تبقوا ترجعوا تبصوا على الحل في الورق كمان لو عايزين. بيج 10 اكس 22 اوف تي مدهاني بتساوي ايه؟ بتساوي تراي اوف تي زائد ريكت اوف تي ناقص 1. طبعا خلي بالكم معايا بقى عشان تفهموا ميزه الاوبريشن الجديده دي. اولا الاوبريشن نفسها اللي هي نمبر 2 اسمها الاديشن اوف تو سيجنال، اديشن اوف تو سيجنال، ماشي كده؟ الاديشن اوف تو سيجنالز ان انت مطلوب من حضرتك عندك سيجنال واي اوف تي، نشرح الاوبريشن الاول وبعدين نطبقها على المساله. عندك واي اوف تي بتساوي اكس اوف تي زائد واي زائد دبليو اوف تي، ماشي، اكس اوف تي زائد دبليو اوف تي، اي اسم يعني، المهم ان الواي عباره عن مجموعه اثنين سيجنال اكس زائد دبليو مثلا. حلو؟ وبعدين هو بيقول لي ايه؟ افترض ان الاكس دي انا حسبت لها الانرجي والاريا، مفيش مشكله، والW دي انا حسبت لها الانرجي والاريا. السؤال بقى لو انا طلبت من حضرتك تحسب الانرجي بتاع الواي وارية الواي هتحسبها ازاي؟ ارية الواي يا شباب سهلة ما فيهاش مشكلة، هي نفسها ارية الاكس زائد ارية الW ما فيهاش مشكلة، لكن الفكرة كلها في الانرجي. ليه بقى؟ قانون الانرجي نفسه يا شباب، قانون الانرجي اصلا لو انا بقول لك احسب الانرجي بتاع الواي فالمفروض ان هي التكامل بتاع الواي سكوير، الواي سكوير اوف تي دي تي. فانا هحاول، مش عايز ابروف انا، لكن هحاول اقولها لكم كده وانتوا ركزوا فيها. لو انا حبيت اشيل واي دي وحطيتها اكس بلس دبليو فالمفروض تبقى اكس بلس دبليو الكل سكوير. لو جيت افك الانتجريشن هنا هيديني اكس سكوير ودبليو سكوير و2 اكس دبليو. فده معناه ايه يا شباب؟ معناه، وطبعا التكامل بيتوزع، يبقى ده معناه ان انرجي الواي بتساوي انرجي الاكس اللي هي تكامل اكس سكوير زائد انرجي الدبليو اللي هي تكامل الدبليو سكوير زائد 2 تكامل حاصل الضرب اللي هو الفاكتور الزياده اللي جه نتيجه عمليه السكويرنج يعني. ف
فهيبقى اتنين التكامل بتاع ايه بقى؟ بتاع x of t في w of t. الفكرة يا شباب انه احيانا بيبقى الاسهل ليك انك تحسب الانرجي بالقانون ده مش تجيبها للشكل الجديد. واحد يقول لي يا باشمهندس انا بسمع الفيديو ومش فاهم قوي ايه اللي انت بتقوله ده، اقول له تعالى نرسم المساله دي. المساله دي عباره عن تراي اوف تي وريكت اوف تي ناقص واحد مجموعين على بعض. طب خلينا الاول يا شباب نرسمهم، وعلشان نبقى ماشيين واحده واحده وما يبقاش حد عنده مشكله انا هرسم شكل شكل. فهرسم الاول اللي هو تراي اوف تي، ماشي؟ ادي تراي اوف تي. تراي اوف تي ده معناه ايه يا شباب؟ اهو ده اللي هو النص المعادله الاولاني. معناه ان اولا هو التي مش طالما مش ناقص حاجه يبقى ده معناه ان هو سنترد عند الزيرو، وطالما مش مضروب في حاجه بره يبقى ده معناه ان الامبليتيود واحد. تمام. طالما مش مقسوم على حاجه يبقى كانه مقسوم على واحد، يبقى ده معناه واحد يمين واحد شمال، لان انتوا عارفين ان التراي بيبقى اللي موجود في المقام ده الهاف ويدث، ماشي؟ فانا كده رسمت التراي. التراي ده لو انا سميت ان هو ده كانه هو بالنسبه لي اكس اوف تي، فسهل جدا ان انا اجيب له الانرجي والاري. الانرجي بتاعته هتبقى ايه؟ مش هكتب قانون بقى شباب لسه كاتبه فوق، هيبقى الامبليتيود تربيع في الديوريشن اللي هو الاثنين اللي هو العرض كله زي ما قلنا فوق على التلاته، فيطلع الانرجي بتاعته 2 على التلاته. ولو جيت اقول لك هات كمان الاريا فهتقول لي الاريا نص القاعده في الارتفاع، فنص في 2 في 1 يوم يطلع بواحد، يبقى هي نص في 2 اهي في 1 تقوم تطلع بتساوي 1. يبقى انا كده جبت الاريا والانرجي للاكس اوف تي. نفس الطريقه ممكن نرسم مين؟ نرسم الريكت. الريكت المعادله بتاعته زي ما انتم شايفينها في المساله ريكت اوف تي ناقص 1، الامبليتيود 1 طبعا هنا مقسوم على 1، صح؟ يعني كانه مقسوم على واحد، وتي ناقص واحد ده السنتر. يبقى ده معناه ايه يا شباب؟ ده معناه ان الريكت هيترسم هنا. ركزوا بقى معايا كويس قوي في اللي جاي ده عشان تبقوا فاهمين. لو طبعا ده النص اهو، ده نص اهو، وادي ايه؟ الواحد اهو، ماشي؟ وادي الواحد ونص. الفكره في ايه بقى يا شباب؟ انك لو جيت ترسم الريكت، ريكت تي ناقص واحد يبقى ده معناه ان هو متسنتر عند الواحد. طيب الامبليتيود بتاعه واحد، والمفروض احنا طبعا هنعتبر ان ده كانه الدبليو بالنسبه لنا، فالدبليو بالنسبه لنا ريكت اهو، دي المعادله اهي ريكت اوف تي ناقص واحد. طبعا انتوا عارفين اللي بيتقسم تحت هنا ده في الريكت الويتس كله، يبقى ده معناه نص يمين ونص شمال، خلاص؟ وطبعا متسنتر عند الواحد. يبقى ده شكل الريكت ايه بتاعي، لان طبعا الواحد دي هنا هاف ويدث، ماشي؟ لكن هنا الواحد هنا فول ويدث، وده ايه الفرق بين الاثنين، ماشي؟ لكن لو جيت اقول لك هات الانرجي والاريا فانت هتقول الانرجي بتاع الاكس بتساوي ايه؟ الريكت الانرجي بتاعته الامبليتيود تربيع في العرض، الامبليتيود بواحد تربيع في العرض بواحد، خلاص؟ العرض بواحد، اسف العرض كله بواحد، ماشي؟ فقانون الانرجي خلي بالك ان دايما بضرب في العرض كله، هنا العرض كله واحد صح، هنا العرض كله اتنين، فهنا ضربت في الاتنين اهي وهنا ضربت في الواحد. عشان كده بقول لك قانون الانرجي ملوش علاقه وانت بترسم، انت رسمت خلاص. ركز بقى ان قانون الانرجي القانون دي انا بضرب في العرض كله بتاع الشكل. حضرتك بقى تيجي ايه تقول يبقى الامبليتيود تربيع في العرض يوم يطلع الفاليو دي واحد. طب لما تيجي تجيب الاريا، الاريا طول في عرض يبقى واحد في واحد، يعني هتطلع بتساوي واحد. لو حضرتك جبت الانرجي والاريا، انا اسف بقى طبعا احنا مسمين دي دبليو، يبقى خلاص دي الاريا بتاعت دبليو عشان بس ايه ميبقاش في لخبطه، ودي الانرجي بتاعت الدبليو. فانت عندك ادي الانرجي وادي الاريا اهي. تعالى بقى النورمال مود، على فكره النورمال مود ان انت محتاج ترسم الواي بقى اللي هي كانها مجموع الاكس والدبل اهي، اللي هي مجموع دي ودي، ماشي؟ حضرتك بقى هتيجي ايه عايز تجمع. طب نجمع ازاي يا باشمهندس؟ عشان تجمع يا شباب، عشان تجمع بشكل سلس من غير ما تعك الدنيا،
قسم الشكل إلى أجزاء. فأنت عندك مثلا من سالب واحد لواحد، ومن واحد من زي من سالب واحد لزيرو آسف، ومن زيرو لهاف، ومن هاف لون، ومن ون لواحد ونص، اللي هي تلاتة على الاتنين أو واحد ونص، اكتبها زي ما أنت عايز مش فارقة، اللي هي اكتبها إيه عشان تبقى تلاتة على الاتنين. خلاص؟ حضرتك بقى تيجي عايز تجمع، ركز بقى وأنت بتجمع. أولا التراي ده أنا هرسمه أهو كأنه دوتد، عشان أقول لك ليه أنا عملت كده. من سالب واحد لواحد. لو تاخد بالك هنا الشكل يا شباب لغاية النص يعتبر التراي ده مجموع على زيرو تحت. يعني حتى لو أنا غيرت الكلر كده عشان تميزوا الشكل، فحضرتك عندك إيه؟ الجزء ده كله من التراي أهو. ماشي؟ الجزء ده كده من التراي حضرتك بتجمعه تحت على زيرو لغاية هنا كده لغاية النص، تجمع الشكل ده كله تحت على الزيرو ده أهو. فاهمين يا شباب؟ عشان كده لما هاجي أجمع هنا هقول لأ، ده الجزء ده هيفضل زي ما هو. عشان كده قلت لك ارسم التراي دوتد ليه؟ عشان يعني كأنك إيه؟ هتمشي على الجزء ده وتقول الجزء ده زي ما هو ما فيهوش مشكلة. طيب عندك إيه بقى؟ اخلص من السهل. عندك من واحد لحد واحد ونص، من واحد لواحد ونص حضرتك تعتبر بتجمع الريكت على زيرو فوق، لان فوق اهو من شال اول واحده واحده اهو، فوق من اول الواحد اهو لغايه الواحد ونص ماشي تعتبر بزيرو. فلما تيجي تجمعها على الشكل ده يقوم الشكل ده يطلع زي ما هو. هو يا شباب الشكل ده يطلع زي ما هو. يبقى ده زي ما هو وقيمته واحد، وهنا طبعا قيمته واحد. تعال بقى يا شباب ان انت بتجمع الحته دي بقى، الحته دي اهي نعملها كده داش عشان تبقوا واخدين بالكم منها. بتجمع الحته دي على الكونستانت ده واحد. طبعا لما بتجمع اي شكل على كونستانت بيحصل شيفت للشكل ده. لو الكونستانت بوزيتيف يبقى الشيفت لفوق، لو الكونستانت نيجاتيف يبقى الشيفت لتحت. طبعا بما ان الكونستانت هنا بوزيتيف يبقى ده معناه ان الشكل ده يتشفت لفوق. طب هي القيمه دي كام؟ هات بدايه الشكل ونهايته عشان ما تتوهش واجمعهم. هو الكونستانت بكام؟ الكونستانت ده بواحد. فحضرتك اجمع القيمه دي واحد واجمع القيمه دي واحد. القيمه دي كام الاول؟ اولا ده خط مستقيم من زيرو لواحد والماكسيموم بتاعه واحد، يبقى اكيد في النص عند نص. ما هو خط مستقيم السلوب بتاعه واحد، يبقى ماشي بخطوه يمشي واحد يطلع واحد، يبقى لو مشي نص يطلع نص، يبقى قيمته نص. لما تيجي تجمع نص على الواحد اللي هو ده، يبقى الفاليو دي نص، تجمعها على الواحد ده تطلع واحد ونص، وليكن هو ده الواحد ونص يا شباب. طب ولما تيجي تجمع زيرو على الواحد يقوم يدي لك واحد، يبقى النقطه دي هتفضل زي ما هي اهي. يبقى الخط المستقيم الجزء ده من الخط اهو اترحل لفوق اهو يا شباب، بدل ما كان مرسوم تحت اترحل لفوق نتيجه الكونستانت، ودي تبقى نازله كده. طبعا يا شباب لاحظوا حاجه بقى مهمه جدا، دي هي دي الاكس 22 في المساله، او اللي هي ايه بالنسبه لنا كانها اللي انا بقول عليها ان هي دي الواي اوف تي يعني. طبعا لو انا بقول لك احسب الانرجي والاريا بتاع الشكل ده، الموضوع ده صعب بالنسبه لي. طبعا على فكره هو يتحسب عادي، بس هو مش سهل زي ما انت متخيل. عشان كده الاسهل ان اجيب الانرجي بتاع الواي بدلاله الانرجي بتاع الاكس والدبليو. يعني الاسهل ان انا اجيب الانرجي بتاع الشكل الكومبليكيتد ده من المفكوك بتاعه اللي هما الاثنين دول، لان هو الشكل ده اصلا مجموع الاثنين دول. فالاسهل ان انا اشتغل على الشكل ده. طيب الشكل ده بقى الانرجي، لو انا هجيب الانرجي بتاع الشكل ده بدلاله الاثنين دول، فالانرجي بتاع الشكل ده بتساوي ايه بقى؟ انرجي الاولاني زائد انرجي الثاني زائد 2 تكامل حاصل الضرب. خلاص؟ 2 تكامل ايه؟ حاصل الضرب اللي هو اكس في دبليو. طبعا في الحاله دي يا شباب حضرتك انرجي الاكس جبتها اصلا سهله ما فيهاش حاجه، وانرجي الدبليو جبتها سهله ما فيهاش حاجه. الفكره بقى في ده، عشان اجيب ده يا شباب فده احنا بنعمل ايه؟
بنروح جايبين حاصل ضرب الاكس في الدبليو واعمل له انتجريشن. بالمناسبه لما تجيب حاصل ضرب الاكس في الدبليو وتيجي تعمل انتجريشن تكامل اي شكل بيديك الاريا اندر ذا كيرف. يعني القانون ده يا شباب انا ممكن اكتبه ايه؟ اريا اكس انرجي اكس زائد انرجي دبليو زائد 2 اريا حاصل الضرب. يعني تكامل حاصل الضرب اريا حاصل الضرب هي هي. فكل اللي مطلوب من حضرتك انك تضرب اكس في دبليو. يعني انا محتاج دلوقتي اضرب اكس اوف تي في دبليو اوف تي. اضرب بقى اضرب. خلي بالك الموضوع سهل لان من اول سالب واحد لحد النص انت بتضرب التراي ده في زيرو، يبقى الضرب هيدي زيرو. خلي بالك. وبعدين من واحد لواحد ونص انت بتضرب الريكت ده، الجزء ده من الريكت في زيرو فوق، يبقى زيرو. الحتة الوحيدة اللي فيها اوفرلاب يا شباب اللي هو الخط ده بضربه في كونست. طب يا شباب انا بضرب خط في كونستانت يقوم الضرب يطلع خط. طيب الخط ده الماكسيمم بتاعه كان كام عند النقطة دي؟ طبعا خلي بالك الخط ده اللي هو الحتة دي يا شباب ماليش دعوة بالجزء اللي قبل النص. الحتة دي الماكسيمم بتاعها نص يا شباب. طيب وانت بتضربها تحت في كام؟ في واحد. يقوم ايه؟ الريزلت تطلع زي ما هي. يبقى الشكل طلع كده. ايه ده؟ طب ما كده الموضوع سهل. ليه؟ لان لما اجي اقول لك عوض هات الانرجي هتقول لي انرجي الاكس احنا اوريدي حاسبينها 2 على 3. طب وانرجي الدبليو حاسبينها بواحد. طيب اريا حاصل 2 في اريا حاصل الضرب. اريا حاصل الضرب ادي حاصل الضرب اهو يا شباب. اريته كام؟ نص. القاعده بتاعته كام؟ من نص الواحد يعني نص. طب والامبليتود بتاعه كام؟ نص. يبقى من هنا تقدر تحسب ايه يا شباب؟ الانرجي. طب والاريا بتاعت الواي، الاريا بتاع الشكل ده هجيبها من فوق، فهقول ان هي اصلا اريا الاكس زائد اريا الدبليو. دي اسهل كتير بقى، فتروح قايل على طول انها كانها واحد زائد واحد، لان الاريا دي كانت طالعه بواحد والاريا دي طالعه بواحد. يبقى يا شباب شوفوا الحل كان سلس قوي ازاي. ضربت اتنين في بعض وجبت حصل الضرب وجبت له الاريا وعوضت بيها في القانون وجبت الانرجي وبعد كده جبت اريا الواي اللي هو الشكل ده. لو حضرتك بقى كنت عايز تعمل مع الشكل ده الموضوع صعب جدا. عشان كده ده الحل الاسلم. يبقى الاوبريشن دي ساعدتني ولا ما ساعدتنيش؟ ساعدتني لانها ادتني قانون يقدر يحل لي مشكله ممكن تقابلني في الامتحان. ده بالنسبه للاوبريشن دي. دي الاوبريشن الثاني. تعالوا بقى للاوبريشن الثالثه. الاوبريشن الثالثه شباب اللي هي التايم شيفت رقم 3 اللي هي ايه؟ التايم شيفت. خلي بالك بقى التايم شيفت دي لو انا حتى خدت المثال بتاعنا اللي هو مثلا اكس اوف تي الاولاني كانت اكس اوف تي بتساوي، نشوفه بس الاول، ناخد نفس المثال ده يعني اكس اوف تي بتساوي 3 تراي تي ناقص 2 على 2 ماشي. فحضرتك عندك اكس اوف تي ماشي بتساوي 3 تراي اوف تي ناقص 2 على 2. ودي احنا شرحنا الرسم بتاعها يا شباب ان انا رسمها ازاي. فرسمناها بمنتهى السهوله ان هي عباره عن تراي متسنتر عند الاثنين، الهاف ويدث 2 يبقى من 0 لل 4 لانه متسنتر عند الاثنين، والامبليتود بتاعه 3. يبقى التراي بتاعي عامل كده ماشي. اديني رسمت اكس اوف تي وادي الامبليتود 3. طب يا باشمهندس الانرجي بتاعت الاكس وايريا الاكس احنا كنا حاسبينهم فوق انه ده هتبقى الانرجي بتاعه 3 تربيع في العرض كله 4 على 3، يبقى دي الانرجي بتاع الاكس. وايريا الاكس نص العرض كله اللي هو 4 في الامبليتيود اللي هو 3، يبقى انا كده جبت الاريا. طيب المطلوب ايه يا شباب؟ قال لك سكتش الواي اوف تي واي 1 اوف تي على اساس انها عباره عن اكس اوف تي ناقص 2 مره ومره واي 2، او خلينا نكتبها هنا
تحتها على طول نقول y2 of t بتساوي x of t plus 2، يعني مرة minus 2 مرة plus 2 عشان أفهمك الفرق. فهي الفكرة يا شباب إن minus 2 لو أنت بتسكتش y1 بتساوي x of t minus 2، يبقى ده معناه إن أنت هتعمل time shift. طب هو الشكل الأصلي موجود فين؟ موجود من 0 ل 4. هتعمل لي انت تايم شيفت بحيث يكون موجود فين؟ موجود من 2 ل 6. يعني معنى كده ان كل نقطه يا شباب اتشفتت 2، يعني الزيرو بقى 2 وال 2 بقى 4 وال 4 بقت ايه؟ بقت 6. يبقى انا عملت شيفت. شيفت ايه بقى؟ تو ذا رايت. يبقى شيفت، يبقى الماينس يا شباب معناه ايه؟ شيفت تو ذا تو رايت. شيفت تو رايت. فده معناه ان التراي بتاعك يا شباب هيبقى عامل كده، هيبقى من 2 لحد 6 ومن سنتر عند الأربعة، وبرضه الأمبيتود بتاعه 3. طب لو قلت لك ارسم بقى الواي 2، الواي 2 المفروض إن هي بتساوي إيه؟ بتساوي X of T plus 2، يبقى ده معناه يا شباب إن أنا هشفت شمال، يبقى هنا شيفت 2 ليفت. يبقى ده معناه إن الشكل بدل ما كان عند الزيرو هيبقى عند ماينس 2، هشفت 2. واللي كان عند الزيرو إيه سوري عند الاثنين يبقى عند الزيرو، واللي كان عند الاربعه يبقى عند الاثنين، يبقى ده معناه ان التراي بتاعي بقى موجود هنا كده. والامبليتود 3. الشيفت يا شباب ما بيأثرش لا في الاريا ولا في الانرجي، لان الاريا والانرجي يا شباب بيعتمدوا على الامبليتود والديوريشن بتاع الشيب. وبالتالي طالما الشيب ما اتغيرش ولا الديوريشن بتاعه ولا الامبليتود، يبقى ده معناه ان الانرجي والاريا هيفضلوا زي ما هم. ومش هيفرق معايا سواء شيفت يمين او شيفت شمال. عشان كده هتلاقيني اروح كاتب لك ايه؟ ان انرجي الواي 1 ايكوال انرجي الواي 2 ايكوال انرجي الاكس عادي، لان الشيفت ما اثرش. واريه الواي 1 ايكوال اريه الواي 2 ايكوال اريه الايه؟ الاكس، لانها برده ما بتتاثرش. خلاص؟ هنيجي بقى يا شباب ان انا دلوقتي عايز اجيب ايه؟ الاوبريشن اللي بعد كده. الاوبريشن بقى رقم 4. اللي هي ايه الاوبريشن رقم 4؟ اللي هي التايم سكيل. ماشي؟ التايم سكيل. ماشي؟ في التايم سكيل بقى يا شباب المفروض ان هو خلينا نشتغل ان هو نفس الشكل عادي يا شباب، يعني هي نفس الاكس اوف تي. بس الدكتور بيقول لي ايه بقى؟ مره سكتش واي 1 اوف تي على انها بتساوي اكس اوف 2 تي، ومرة سكتش الواي 2 اوف تي على انها اكس اوف تي على الاثنين. فهي الفكرة في ايه يا شباب؟ انك لما بتلاقي انك التايم مضروب في فاليو بتعمل انت هنا العكس، بتقسم عليه. عاملة زي ايه؟ لما لقيت الماينس في الشيفت قلت يبقى شيفت يمين، لما لقيت البلس قلت يبقى شيفت شمال. هي نفس الفكرة هنا، لما تلاقي التي مضروبة في 2 تقسم انت على 2. فهو الريكت كان فين يا شباب؟ الريكت كان من 0 ل 4 ومتسنتر عند 2. اقسم الزمن على 2. اقسم الزمن على 2، يبقى 0 على 2 ب 0، 2 على 2 ب 1، 4 على 2 ب 2. يبقى اللي حصل للشكل يا شباب كده، اللي حصل للشكل والامبليتود 3 زي ما هو، ماليش دعوه. يبقى هي دي الواي 1. كده اللي حصل للشكل يا شباب بنسميه في الحاله دي اسمه تايم كومبريشن، لانه انت هنا التايم حصل له كومبريشن بمقدار ايه؟ بمقدار 2. خلاص؟ وطبعا بما ان لما قسمت على 2 حصل تايم كومبريشن، هنا ده العكس، لما التي تكون مقسومه على 2 هتضرب انت في 2. لما هتضرب في 2 هيطلع 0، السنتر بدل 2 هيبقى 4، والماكسيمم بدل 4 هيبقى 8. يبقى ده معناه ان التراي بقى موجود من 0 ل 8 مش من 0 ل 4. والامبليتود 3 زي ما هو، دي كده اللي هي مين؟ الواي 2 اوف تي. فلو جيت بقى تقول لي ايه تاثير التايم سكيل يا شباب؟ التايم سكيل الانرجي في حال بتاعه الواي اللي هو السكيل اللي هو التايم سكيل سيجنال، الانرجي بتاعه الواي هتبقى واحد على المقدار السكيل ده في الانرجي بتاع الاكس. يعني انت عندك هنا لو جيت تقول لي في التايم سكيل الانرجي، بص
عشان ما حدش يشتوه، القانون هيبقى ايه؟ واحد، بس الشكل هو الكيس هي اللي هتتغير. هقول لك ازاي. بص، احنا هنقول ان الانرجي بتاعت الواي هتبقى بتساوي واحد على مودلس بيتا، عشان لو في سالب ماليش دعوه بيه، في انرجي الاكس، واريه الواي هتبقى بتساوي واحد على مودلس بيتا، ماشي، في اريه الايه؟ الاكس. وهي المعادله اصلا بتقول ايه؟ المعادله بتقول واي اوف تي بتساوي اكس اوف بيتا تي. هي دي بيتا اللي انا اقصدها، اللي جنب التي. لما تيجي تبص هنا بقى يا شباب، لو جيت اقول لك انرجي الواي بتساوي ايه، هتقول لي ايه؟ واحد على بيتا في انرجي الاكس، واريه الواي، خلي بالك، بتساوي واحد على بيتا في اريه الاكس. السؤال بقى، بيتا بكام؟ بيتا اللي جنب التي، اللي جنب التي، فاللي جنب التي هنا 2، عشان كده الانرجي والاريا هيقلوا للنص لان حصل كومبريشن. طب لو جيت اقول لك بقى في الكيس دي، هات لي انرجي الواي 2، دي طبعا انرجي واريه الواي 1، هات لي بقى انرجي الواي 2 واريه الواي 2. القانون برضه يا شباب، واحد على بيتا في انرجي الاكس، واريه الواي 2 هتبقى برضه واحد على بيتا في اريه الاكس. بس السؤال بقى، بيتا بكام؟ بيتا يا شباب المفروض انها اللي جنب التي. هنا اللي جنب التي نص يا شباب، مش 2، اللي جنب التي نص. فلما هتقول واحد على نص، كاني بضرب في 2. طبعا هتلاقي الانرجي والاريا زادوا للضعف لان حصل تايم ايه؟ تايم اكسبانشن. دي الاوبريشن الرابعه والاخيره. اخر حاجه بقى، اخر حاجه، الدكتور جه قال لك ايه؟ طب افرض ان انا جيت قلت لك عندي الكومبايند اوبريشن، ماشي، الكومبايند اوبريشن. اخر حاجه بقى اللي هي الكومبايند اوبريشن. ايه الكومبايند اوبريشن دي؟ الكومبايند اوبريشن دي يا شباب، ان الدكتور يقول لي عندك واي اوف تي بتساوي كي اكس اوف بيتا تي بلس الفا. ايه ده بقى؟ ده مديني سكيل وشيفت وكي وامبليتيود وكده، كل ده. في يا شباب بس حاجه قبل ما اقول الكومبايند اوبريشن، معلش، في عندي حاجه في التايم سكيل اللي هي سبيشال كيس لو بيتا بسالب واحد، بس انا دي انا قلتها قبل كده وانا بشرح في السيمتريك وازاي نجيب الايفن والاود. لان لو في ماينس جوه يا شباب بيحصل حاجه اسمها تايم فولد، ودي انا متاكد ان انا قلتها فمش محتاج اعيدها تاني. لان في وانا بجيب الجزء بتاع الايفن والاود قلت لكم يعني ايه الفولد، التايم فولد او الفولد في التايم، ان لو حاجه في اليمين بتيجي في الشمال والعكس، اللي في الشمال يجي في اليمين واللي في اليمين يجي في الشمال. التايم فولد يا شباب ما بيأثرش لا على الانرجي ولا على الاريا. يعني سبيشالي لو انت عندك هنا، هنكتبها كده كانها ملحوظه، لو انا عندي تايم فولد هي على جنب، خلاص، تايم فولد انتوا عارفين بيتعمل ازاي. لو عندي واي اوف تي بتساوي اكس اوف ماينس تي، يبقى ده معناه يا شباب ان انرجي الواي بتساوي انرجي الاكس، واريه الواي بتساوي اريه الاكس، مفيش فرق. والفرق الوحيد هيبقى في الرسمه نفسها، انك لما تيجي ترسم واي هترسم اكس العاديه الاول وبعدين تعمل لها فولد، يعني تجيب اللي في اليمين في الشمال والعكس زي ما عملنا المره اللي فاتت. ده التايم فولد. هو الحقيقه مش اوبريشن جديده، هو ستيل ان احنا برضو عندناش غير اللي هم الاربعه اوبريشن اللي احنا شرحناهم، بس تايم فولد ده سبيشال كيس من التايم سكيل. تعال بقى للكومبايند اوبريشن. عندك حل من اثنين يا شباب، عندك حل من اثنين وانت بتشتغل في الكومبايند ايه اوبريشن. الحل الاولاني انك انت اول حاجه، احنا الكي ده شباب ما بيفرقش معايا خالص، يعني تعمله في الاول، تعمله في الاخر، تعمله في النص، ده امبليتيود سكيل، يعني الامبليتيود هتضربه في كي فمالوش اي تاثير عندي، اعمله في اي حته. لكن المشكله كلها شباب في الشيفت والالفا. والله لو انت سبت المعادله زي ما هي كده، يبقى هكتبها لكم كده، انه الاول في الحاله دي لو المعادله زي ما هي كده، يبقى حضرتك هتعمل الشيفت اوبريشن
هي الاوبريشن الاولانيه، وبعدين هتعمل التايم سكيل، يعني التايم شيفت يبقى هو رقم واحد والتايم سكيل يبقى هو رقم اثنين. طب واحد يقول لي كي، اقول له كي دي صح يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني اعمله في اي وقت، تعمله في الاول في الاخر في النص زي، مش فارق. المهم انك لما تيجي تطبق الشيفت الاول وبعدين السكيل. في حل تاني يا شباب، انذر سوليوشن. انذر سوليوشن ده عشان تعمله مطلوب منك انك تاخد اللي جنب التي كومون فاكتور، يعني تعيد كتابه واي اوف تي بحيث تبقى بالشكل ده، كي اكس اوف اكس اوف، هاخد بقى اللي جنب التي كومون فاكتور اللي هو البيتا، فهيتفضل ايه جوه هنا، يعني لما اخد البيتا كومون كل ده جوه الاكس برضه، بس انا سحبت البيتا كومون بالنسبه للحاجه دي، فهتبقى بيتا في تي بلس الفا على بيتا. والله لو حضرتك عملت كده يا باشمهندس يبقى هتعمل العكس بقى، البيتا سكيل هي اللي هتعملها الاول، وبعدين الشيفت بمقدار الفا على بيتا هو اللي هتعمله رقم 2. وبرده الكي دي يا شباب اعملها امتى؟ اعملها وقت ما انت عايز، مش فارق. فهو ده الطريق فيه. ممكن ناخد مساله على كده ونقفل الفيديو ده على كده، ماشي؟ طيب المساله دي اللي هحلها دي هتلاقوها في بيج 16، يعني بيج 16 هتلاقوا المساله اللي انا هحلها دي، اسف بيج 16 ماشي. مديني ايه هو؟ مديني الشكل ده كده، عندك مديني واي اوف تي بالمنظر ده، ادي واي اوف تي عبارة عن ترابازويد، يعني حتة ترايب كده من سالب 3 لحد الزيرو الامبليتود 4، وبعدين يثبت شوية كده لحد الثلاثة، وبعد كده ينزل كده لحد الايه السبعة. ده الشكل بتاعه. طبعا الشكل ده لو انا قلت لك احسب له الانرجي والاريا، فانت هتقول انرجي الواي بتساوي يا شباب الانرجي بتاع الحته دي زائد الحته دي زائد الحته دي، فهتقول لي الانرجي بتاع الحته الاولانيه اللي هي التراي الاولاني ده عباره عن الامبليتود تربيع في العرض بتاعها اللي هو 3 على 3 زائد الانرجي بتاع الحته الثانيه، الحته الثانيه ريكت، يبقى هتقول لي الامبليتود تربيع في العرض على طول بس بتاعها زائد الحته دي بقى تراي، يبقى هتقولي الامبليتود تربيع يبقى 4 تربيع في اللي هو العرض بتاعها اللي هو 4، لانها طبعا من 3 ل 7 يبقى العرض بتاعها اللي هو 4 على ال 3. يبقى انا كده قدرت اجيب الانرجي بتاع الواي. طب اريا الواي، اريا الواي هجيب الاريا بتاعت كل واحده عادي، يبقى بالنسبه للتراي الاولاني هتبقى نص القاعدة أو الويتس بتاعه 3 في الارتفاع بـ4 زائد الريكت طول في عرض ويتس في هايت يبقى 3 × 4 زائد الاريا بتاع الجزء الأخير يبقى نص الويتس بـ4 في الامبليتيود بـ4، لأن طبعا الويتس هنا من 3 لـ7 بـ4. يبقى أنا كده جبت الإنرجي والاريا. هو بقى الدكتور طالب إيه؟ أولا بيقول لك سكتش البي أوف تي، خلاص؟ والبي اوف تي دي بتساوي يا دكتور؟ قال لك البي اوف تي دي بتساوي 2 واي اوف ماينس 2 تي ناقص 5 على 3، ماشي كده؟ وبعدين هتلاقي الانرجي والاريا للبي، فانا عشان ابسط الموضوع شويه ليكم رحت كاتبها 2 واي اوف ماينس 2 على 3 تي ماينس 5 على 3، جزأ يعني وزعت الثلاثة على الكلمة. هنا يا شباب هتيجي بقى تقول لي طالما أنا ما خدتش اللي جنب التي كومون فاكتور يبقى الشيفت ده رقم واحد، وبعدين اللي هو التايم سكيل ده رقم 2. فحضرتك هتيجي الأول تعمل إيه؟ تعمل شيفت، شيفت بمقدار كام؟ ماينس 5 على 3، يبقى ده معناه شيفت إيه؟
شيفت يمين، لان ده ماينس 5 على 3. يبقى انت دلوقتي هتجيب الاول ايه؟ هتجيب واي اوف تي ناقص 5 على 3. فريت تبقى توضح للدكتور انت بتعمل ايه. فانا دلوقتي هجيب الشيفت، هعمل شيفت بس للواي، شيفت للواي بمقدار 5 على 3. طبعا انتوا عارفين ان 3 على 3، 3 دي كانها 9 على 3، ف 9 على 3 لما اجمع عليها ماينس، يعني اطرح منها 5 على 3 عشان عايز اشفتها يمين، يبقى هتبقى ماينس 4 على 3. فماينس 4 على 3 لان دي ماينس 9 على 3 بلس 5 على 3، لان بشفت يمين تديني ماينس 4 على 3. طب والثلاثة دي اللي هي 9 على 3 لما اجمع عليها 5 على 3 تقوم تديني ايه؟ تديني 14 على 3. خلاص؟ والسبعة دي اللي هي كأنها 21 على 3 لما اجمع عليها 5 يبقى كأنها 26 على 3. ماشي؟ 26 على 3. وطبعا يا شباب الزيرو ده نفسه لما اجمع عليه 5 على 3 يروح عند ال 5 على 3. عشان كده التراي بتاع او الشكل بتاعك هيبقى عامل كده او لغايه هنا، وبعدين يثبت الحته دي وبعدين ينزل كده. والامبليتيود 4 زي ما هو، يبقى انا لسه ما ضربتش في الاثنين دي يا شباب. طب انا كده عملت ايه يا شباب؟ عملت التايم شيفت. عايزين بقى نعمل التايم سكيل. طب لا ثواني بقى يا باشمهندس، ده التايم سكيل هنا في ماينس كمان. خلاص يا شباب دي ممكن تقسمها نصين، يعني التايم سكيل ده تعمله نصين. طب يا باشمهندس بعد يعني اعمل السكيل الاول بعدين اعمل الفولد. طب مين فيهم الاول ومين الثاني؟ مش فارقه يا شباب لان الاثنين اصلا اسمهم تايم سكيل، والبريوريتي بتاعت التايم سكيل هي سكند بريوريتي بعد التايم شيفت في الحاله دي. فمش فارقه تعمل انهي جزء فيهم الاول وانهي جزء فيهم بعد كده، يعني مش فارقه مين اللي هتعمل له يعني تعمل السكيل ب 2 على 3 الاول وبعدين الفولد ولا العكس. خلي بالكم بقى من حاجه، لما التي تكون مضروبه في 2 بقسم انا على 2، ولما تكون التي مقسومه على 3 بضرب في 3. يعني من الاخر كده كاني بضرب في 3 على 2، يعني انت بتضرب في معكوس اللي جنب التي. يبقى ده معناه ان الشكل ده هيتضرب في 3 على 2 يا شباب. لما تضرب بقى في 3 على 2، 3 على 2، لما اضرب ماينس 4 على 3 في 3 على 2 يطلع ماينس 2. يبقى ده ماينس 2. لما اضرب 5 على 3 في 3 على 2 يطلع ماينس 2، يطلع 2.5 اسف. 2.5 اهي. لان طبعا 5 على 3 في 3 على 2، 3 مع 3 اتفضل 5 على 2 اللي هي 2.5. لما تضرب 14 على 3 في 3 على 2 تطلع 7. ماشي؟ لما تضرب 26 على 3 في 3 على 2 تطلع 26 على 2 اللي هي 13. ده معناه ان الشكل بتاعك شباب هيبقى عامل كده. خلاص؟ وبعدين لغايه هنا كده، وبعدين تثبت الحته دي، وبعدين تنزل كده لغايه ال 13. طب الامبليتيود اخليه كام؟ الامبليتيود خليه 4 زي ما هو، مفيش مشكله. وكده تبقى الواي كانها بتساوي ايه بقى يا شباب؟ كانها بتساوي 2 على 3 تي ماينس 5 على 3، لان ده اللي انا عملته. طبعا ما حطيتش هنا سالب لان لسه ما عملتش الفولد يا شباب. عايز بقى تعمل الفولد بعد كده اهو، ادي الفولد بعد كده. يبقى ده معناه ايه؟ اولا ان الماينس 2 هتبقى عند 2، وبعدين دي هتبقى اللي هي ماينس 2.5، وبعدين ماينس 7، وبعد كده ماينس 13. يعني الشكل كانه اتقلب خالص بقى بالمنظر ده كده اهو. ماشي؟ ويروح نازل كده. كده تقدر تضرب بقى كخطوه اخيره بالمره عشان نقول هي دي البي اوف تي يا شباب، بدل ما نبقى نعمل خطوه ثانيه، لان انا كده عملت كل حاجه جوه. فاضرب في 2 يعني تخلي الامبليتود بدل 4 8، كده حضرتك عملت كل حاجه خلاص. يبقى هو ده الشكل النهائي بقى اللي هيطلع معايا. طب سؤال بقى يا باشمهندس، الشكل ده اقدر اجيب له الانرجي بتاع البي والاريا بتاعت البي ولا الموضوع صعب؟ لا الموضوع سهل. ازاي؟ عندك حل من الاثنين، يا تبتدي تحسب الانرجي والاريا للشكل الجديد، يا اما تجيبه بدلاله الشكل القديم. لان انت اوريدي الشكل القديم حاسب له الانرجي والاريا بتوعه. طيب تعالى نمشي واحده واحده. الفاكتور ده بالنسبه لك بيمثل ايه؟
تايم شيفت. التايم شيفت مالوش تأثير على الانرجي والاريا. طيب ده تايم سكيل 2 على 3، فالمفروض التايم سكيل انا بقسم على بيتا، وبيتا اللي جنب التي، يعني كاني من الاخر كده بضرب في 3 على 2. يبقى ده معناه ان انرجي البي بتساوي 3 على 2 في انرجي الاكس، و3 على 2 في اريا الاكس. خلاص. طب الامبلي ده انا كده خدت بس تاثير التايم سكيل. طب الاثنين دي، الاثنين دي في الانرجي بنضرب في مربعها ماشي، وفي الاريا بنضرب فيها على طول. هي دي الفكره يا شباب، ان انا لو فهمت اللي انا شرحته من الاول هقدر احسب كل حساباتي بالمنظر ده كده، وبالتالي يبقى انا كده قدرت اوصل للحل ده. طبعا حضراتكم ممكن تعمل انذر سوليوشن، بس انا هسيبه لكم انتوا تجربوه، ولازم تطلع نفس النتيجه، عشان لو ما طلعتش نفس النتيجه لازم ترجع لي ونعرف الغلط عندك فين. الانذر سوليوشن يا شباب ان الواي اوف تي بي اوف تي اسف تعيد كتابتها بالشكل بقى الثاني زي ما قلنا في الشرح، ان انت هتيجي تقول ايه بي اوف تي ماشي بتساوي 2 واي اوف هنا بقى تاخد ماينس، خلي بالك بقى هتاخد ماينس 2 على 3 كومون فاكتور، تاخد ماينس 2 على 3 كومون فاكتور، ويتفضل لك تي. بص بقى هنا الماينس تبقى بلس لاني خدت السالب كومون فاكتور ماشي، خدت اهو يبقى دي بلس، وجوه خليها كام بقى يا شباب؟ جوه خليها كام؟ لان طبعا انا خدت 2 على 3، هي اصلا كانت كام؟ المفروض انها كانت 5 على 3 خلاص اهي. فلما اخد انا الثلاثه اهي الاثنين دي، يبقى المفروض ان انا اخليها 5 على 2. طبعا انتوا فاهمين ليه؟ عشان لو رجعت ضربت هنا كده يبقى المفروض الماينس في البلس تبقى ماينس، و2 على 3 في 5 على 2 تقوم تطلع 5، يبقى كاني ما عملتش حاجه. المهم يا شباب بعد ما عملت كده هتنفذ ده رقم واحد وده رقم اثنين، وده في الاخر او في الاول زي ما قلت لك. طب ده لما تيجي تنفذه رقم واحد هتعمل الفولد الاول ولا السكيل الاول؟ براحتك مش فارقه، المهم تنفذ الحته دي كلها على بعضها وبعد كده تعمل الشيفت. هسيبكم تجربوها ولو في مشكله قولوا لي، بس لازم تطلع نفس الريزلت دي، لازم تطلع نفس الريزلت دي. وفي الامتحان مش مطلوب منك ان انت تحل بطريقتين، حل باي طريقه والثانيه اعتبر ان هي بتعمل تشيك بيها. هقف لغايه كده يا شباب ونكمل بقى في فيديو تاني ان شاء الله.